المكلف بالتربية الوطنية والتعليم العالي والسلطات المحلية على رأس السيد الوالي، وجيت مع ممثلين أولياء التلاميذ على المستوى الوطني ومنتخبي البرلمان بغرفته والأسرة الإعلامية اللي ترافق فينا حتى كذلك وكل السلطات. جينا باش نكونوا معاكم ونشرفوا على انطلاقة الامتحان، ونتمنى لكم إن شاء الله الخير والنجاح والتوفيق، والدولة يسهر على أولادها وإن شاء الله المزيد من النجاحات ومن المزيد من الإنجازات إن شاء الله. وجينا باش نحضروا معاكم الفتح الظرف تاع المادة درك. واش عندكم درك؟ التربية بالفعل. درك نادي رئيس مركز ولا أرواح شوف الأرواح باش نظم راسك بالعقل باش أترون حنا نخرجوا وأنت تكمل خاطيرو يقرا بعقله. تفضل اقرا. استنى تشوف، زيد جيب له تلميذ واحد. هاي هنا، هاي تلميذ، هاي 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 روح هنا تروح. انا وليدي اروحي بنتي. هاي بدي اقرا يا بنتي، بدي من هنا. اقراي اقراي بنتي. بصوت متفق. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني للامتحان والامتحانات والمسابقات، امتحان شهادة التعليم المتوسط الدورة 2022، الولاية أولاد جلال، الرقم المركز 0756، مركز الإجراء متوسط شعباني محمد أولاد جلال، المادة التربية الإسلامية، اليوم الاثنين من الثانية ساعة ونصف إلى الثالثة ساعة ونصف مساء، رقم العنبة 3. نعم، إذن شوف الظرف بنيتي، الظرف مغلق، الظرف مغلق. نعم، هنا المهام توزيع المهام نفتح، هي تفتح هذا والتلميذ يقرا لها مش كاين منها. حاكي بنتي امتحان شهادة تعليم متوسط، امتحان شهادة تعليم متوسط دورة 2022. لا تفتح هذا الكيس البلاستيكي إلا إذا قارنت وتأكدت من تطابق هذه المعلومات مع جدول سير الاختبارات. المادة التربية الإسلامية، التوقيت الاثنين من 14 ساعة و30 دقيقة إلى 15 ساعة و30 دقيقة. نعم، إذن نفس المادة، الكيس مغلوق. نعم، ما تفتحش مازال بساعتين. مازال على 30 دقيقة إن شاء الله. نتكلموا معاهم حتى يوصل الوقت إن شاء الله. خاطر ما كاينة تعليمة ما كاينش فتح المواضيع إلا في الدقيقة في الوقت هكذا. ولا حاب تفتح أنت. إذا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح إن شاء الله. ان شاء الله النتائج لما يخرجوا قبل نهايه الشهر، نتائج تاع شهاده التعليم المتوسط. مبروك على اللي ينجحوا ان شاء الله في التعليم المتوسط. وكاين ثاني احتساب تاع التقويم المستمر، معدل القبول هو المعدل تاع السنه زائد معدل شهاده التعليم المتوسط مقسوم 2 على 2، هذاك معدل القبول. اللي عنده 10 فما فوق في شهاده التعليم المتوسط هو ناجح، اللي عنده 10 فما فوق في معدل تاع معدل القبول هو ناجح. هذه هي فرصة أخرى. الفرق بين البكالوريا والتعليم المتوسط أنه شهادة التعليم المتوسط حتى اللي ما عندوش البيوام يقدر يحسبوا له العام، وكيجيب 10 ينجح. إذا الفرص محفوظة وما كاينش سبب باش نتقلقوا، نعقبوا الامتحان في أريحية. هكذا سيدة؟ هكذا سيدة. مازال دقيقة. علاش؟ خاطر ما في الوطن كامل في هذا الوقت، في الوطن كامل في هذا الوقت كاين 2821 مركز تفتح كلها على 30 دقيقة وما عندهاش الحق تفتح قبل. وزير التربية ما عندوش الحق يعاد هنا هو كيعاد وزير يفتح قبل الوقت، لازم يفتح كيما الناس.
والجو مليح، الجو مليح الحمد لله. هاي على بركة الله. عطيته. عطيتك. ما نروحوا خليكم. هكذا كانت إذن الأجواء من طرف